نظم المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المؤتمر العلمي السنوي 14 تحت شعار الطب بلا حدود، وذلك بهدف التوسع في تبادل الخبرات بين الأطباء بتخصص طب وجراحة الجهاز الهضمي والكبد. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار إن فعاليات المؤتمر تقام على مدار 3 أيام متتالية، حيث تشمل عقد دورات وورش عمل للعلاج التداخلي للأمراض أو لأمراض الجهاز الهضمي والكبد. المؤتمر طبعا ده 14، هو بينظم بانتظام من 14 سنة، وده دايما بيبقى في ملتقى للعلماء في هذا المجال سواء من داخل مصر أو خارجها. الهدف الأساسي منه هو التبادل الخبرات والمعلومات وتحديث البروتوكولات والمعلومات اللي موجودة لدى أطباء الكبد والجهاز الهضمي فيما يخص زراعة الكبد والأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي. والحقيقة أنه هو بيتميز السنة دي بأنه المشاركات من كل الجهات سواء كانت دولية أو مصرية، جامعات وأجنبية ومصرية، وبالتالي فإنه معدل تبادل الخبرات بين الحاضرين أو بين المحاضرين والأطباء المشاركين في المؤتمر بيكون عالي، وبالتالي الاستفادة في تحسين خدمة وتقديم خدمة أفضل للأطباء بعد كده بيكون أعلى كتير. احنا دايما بنحرص ان احنا دايما في جلسات المؤتمر ان بقى عندنا ورش عمل قويه بتغطي جوانب او امراض الجهاز الهضمي سواء التشخيص او العلاج، وفي نفس الوقت بيبقى في جلسات علميه على مدار يومين بتغطي امراض الجهاز الهضمي والكبد بالكامل، وخاصه الجديد فيها وطرق العلاج الجديده سواء اورام الكبد او امراض القولون المناعيه والفيروسات الكبديه وازاي نقدر نتعامل معاها.